السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي متابعي قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا أبو علي، حياكم الله أينما كنتم. أشكركم جزيل الشكر على التشجيع ديالكم والدعم لهذه القناة المتواضعة، وبارك الله في الجميع. كما كتشوفوا اليوم إن شاء الله بحول الله راه هذا هو النهار الأول ديال قص الصوف ديال الدزان. شوفوا تبارك الله الغنم ما شاء الله قدشنا هي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل على الحبيب. ما تنسوناش إخواني وأخواتي بارك الله فيكم دعمونا بلايك وجزاكم الله خيرا. هاد الناس هادو راه كلهم جايين من الأوروغواي. اون سالودو بارا تودا لا جينتي دي أوروغواي. تبارك الله ما شاء الله، الله يعطيهم الصحة والمواكل ما شاء الله. المواكل حتى هما يا ما شاء الله دار فيها دقيقة أم مينوتو. تبارك الله راه كل واحد كيدز في النهار 400-300، اللي مزيان فيهم راه كيدز حتى ل 500 راس في النهار. هذا هو الثاني وهذاك هو الثالث، وهذو راه يلاه بداو دابا. تبارك الله ما شاء الله، الغنم ما شاء الله عليها، تبارك الله عليها، راهم رحنا مهلين فيها ولله الحمد، حتى هي راه تدي معنا بالخير ان شاء الله. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. اشحال هذه حنايا في البلاد كنا كندزوا عا بالمقص، والى دابا نيت راه باقيين كيدزوا بالمقص. هاد المواكن هادو قلال اللي كيستعملوهم في البلاد. هنايا راه كيدزوا النعجه باورو 50، اورو 50 سنتيم النعجه للراس. تبارك الله الانسان الا دز عير 300 راس ولا 400 راه عنده تبارك الله الخير والبركه، ولكن راه فيها التعب شويه، فيها التعب ديال الظهار، فيها التعب ديال الكلاوي ديال الكليتين، ولكن ما شاء الله على البهيم تبارك الله عليهم. هاي عجبوني البهايم يكونوا غلاظ هنايا، الا ما كانوش البهايم غلاظ ما كيعجبونيش، خاصهم يكونوا تبارك الله عليهم من الدرجه الاولى. تبارك الله كيسولوني الاخوان والاخوات بزاف امتى غادي نقصوا الصوف. ها هو جا النهار نسجلوا لكم ان شاء الله باش تشوفوا قصان الصوف، وراه 2600 راس كندوزوها في يومين. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك يا رب العالمين، اللهم بارك. كاينين اللي كيكون عندهم الزغب في الكرش ديالهم، وكاينين اللي ما كيكونش عندهم الزغب سبحان الله العظيم. بحال هذه هي ما عندهاش الزغب في الكرش ديالها نهائيا، وهذيك عندها شويه يا. كوانتو بالي اون ماكينه ماس او مينوس كومو استاس؟ كون الموتور اي تودو
بيرفكتو. بالنسبه للماكينه هذه هي والموتور كدير شي 300 اورو، شي 3000 درهم. وهذه الماكينه هذه راه ما شاء الله راه يدوز بها الانسان 400 راس في النهار، خاصو غير يكون يتقل الخدمه. كما قلت لكم اخواني واخواتي غادي نجيو عندنا اللي غادي يجي زو الصوف من الاوروغواي، وهما جاو البارح. راه كاينه 11 ماكينه، 11 واحد تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب العالمين. نتمنى من الله تكونوا قادين على سيدنا رمضان. كيسولوني مساكن واش ما تقدرش تشرب الماء، ما هما يا كيشربوا وياكلوا معرقين مع روساتهم مني ريحوا يفطروا. قال لي واخا تشرب عشوي ديال الماء راك تعطاش والحال سخون والغنم كتسخن. قلت ليه والو، قلت ليه الحمد لله، قلت ليه راه حنا مولفين. قال لي ولا بغيتي تموت، قلت ليه لا بغيتي تموت ووصلات لك القرجوة تقدر تشرب الماء، ولكن لك اتباعي مزيان وخدام على راساتك وما عيان ما والو، ما كتحس لا بدوخه لا بتا حاجه، خدام عندك الاجر والاجر مضاعف ولله الحمد. تحياتي لكم كاملين وكاع اللي كيتفرج فينا وكيعجبوا المحتوى ديالنا وعزيز عليه الاخ ديالو ابو علي، ما ينساسي يفارطاجي مع الاهل والحباب ويتفرجوا ويستمتعوا ويدعوا معنا بالخير. بارك الله فيكم جميعكم. وبالنسبه للكلب ديالي مسكين الرويو، راكم عارفين قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله ما عندنا ما نديرو. الانسان الا مكتب عليه شي حاجه في الدنيا راه غاديه توصلو. وصل الاجل ديالو مسكين، جاء الاجل ديالو في هذيك القنطره. سي عبد الحق خلاه اللور ورا الغنم، وانا يا ديما كنقول ليه ما تخليش ليا الكلب اللور، وجاء السبب والاجل ديالو وصل وما عندنا ما نديرو. الحمد لله ربي اللي كيعطي وربي اللي كيدي. واخا حنا واخا راني حزين شويه يا، ولكن الحمد لله ما عندي ما ندير، راني غادي نربي سيمبا ان شاء الله بحول الله. وماكس راه تدرب مسكين ما شاء الله عليه، راه ولا راه هو اللي راه كيخدم معايا دابا، راه هو اليد اليمنى ديالي هاد الساعه هذه. وسيمبا ان شاء الله حتى هو راه غادي ندربو ان شاء الله بحول الله، واحد شهرين ولا راه غادي حتى هو غادي ندربو غيولي مزيان ان شاء الله، حتى هو غيولي يخدم معايا. الحمد لله الحمد لله كونيستا صوبيخات اكي سوم بويناس بوينيسيماس. قال لي الحمد لله بوريستا صوبيخاس، قال لي الحمد لله على هاد النعاج راهم مزيانين، بيرو لا صوبيخاس ميتينين كي غادي يصير امي بوركيو لي كويدو. ايه النعيجات قلت لي خاصهم يشكروني انا، يا انا اللي مهلي فيهم ولله الحمد. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل على الحبيب. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الانسان يستمتع ولله الحمد من كيشوف النعاش شبعانات ومزيانات ما شاء الله عليهم، كيحس بالراحه والله العظيم اخواني الانسان كيحس بالراحه. تبارك الله. شحال من مره قلت لكم راه عندنا النعجه اللي كتوزن حتى ل 90 كيلو 80 كيلو. شوفوا هذه النعجه هذه تبارك الله قداش هي ما شاء الله، اللهم بارك يا رب العالمين، اللهم بارك يا رب العالمين. وهاد السلالة هذه راها من أحسن السلالات ديال اللحوم هنايا في المنطقة ديال إسبانيا، من أحسن السلالات. شوفوا تبارك الله راها كتبان اللحم ديالها راه كيبان حمار ما شاء الله، من الظهر ديالها كيبان اللحم حمر. هذه راها خروفة عندها غير 8 شهور، وهذه راها نعجة تكون عندها واحد 4 سنوات. النعجة هي الشات. اه
كوانتوس كيلوش تندرا اش طوبيخه 80 وراينو سولتو شحال تكون فيها ديال الوزن شي 80 كيلو بحال هكا تبارك الله اش غراندي تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله اللهم صل على الحبيب اللهم صل على الحبيب يا رب